انا انا نقول خويا انا توا خارجه للحاكم انا توا خارجه للحاكم ومش نمشي انا مش نمشي للحاكم توا وما اسمعني اسمعني مش نمشي للحاكم توا ومش انا مش قدم بلاغ فهمتي مش قدم بلاغ مش اللي قاعدين تهدوا فيها انتوما وسامحني انا سامحني خويا بالسلامه السلام عليكم انا اللي عملت الفيديو وهبطت الفيديو وانا اليوم باش نحكي الحقيقه انا باش نحكي الحقيقه و بالدليل وعندي كل شيء مش معناتها ما نحكي نعرفكم ماكمش مغفلين نعرف نعرف فهمت انا الفيديو اللي بيه اللي هبطته وذريت به الملا هذاك انا استدرجني رجل هو ومالك جريسه وحمزه الحتروني في المستين يقالوا لي انت ديما تعمل فيديوهات والفيديو نتاعك واصل وانا عندي 14 سنه تونس ما باسبور فهمت بلاش باسبور معناتها هذا سبب الكل يرجع للحكومه فهمت؟ انا استدرجني رجل قال لي انا نخدم على الوزير وشؤون الخارجيه ونجيب لك باسبورك في 24 ساعه قلت وشني قال لي شنح على مرتي قلت وشني الحكاية قال لي رانا حبينا نحطوا لها سلعه وتتشد في المطار هي معاه واحدة من القروان وعندي تصويرتها لبناي يا اخي هي بلطف الله ما جبت شيء لوحتهم وهما كانوا يستنوا فيها في مطار المنفيذه هي هربت لفرنسا وهبطت على كرتاج فهمت وروحت Um bad que... قعدوا شاكين جابت ما جابت جابت ما جابتش بعديك كي ما جابتش قال يا اسمعني عندنا بلون واحد اخر قال لي مسجلين الفوكالات نتاعها نحنا وانت هبط فيديو وكل الفيديو هذاك ولصق هذا في هذا تو تجيب الحق اللي هي تبيع في المخدرات وانا موجود نمشي نديكلاري وقال لي احكي توا احكي معايا بالميساجات اكتب لي بالكتيبه وابعث لي فوكالات اللي انت تهدد فيه واللي انت تقول لي مرتك هكا باش ننجم نمشي يقولوا اعطيني بروف نوري لهم فهمت من هالتها مني بعثت الفيديو وعملت هذا وهذا رجل ما عادش يحب يهز علي راهو الحقيقه راهي هكا وراهو عطاه 5000 اورو المالك وحمزه جريسخ ذي من عرش 2000 اورو ولا قداش حاجه كيما هكا فهمت وخمسه باب زويسكي انا اللي عليا قلتو كان تحبوا اي حاجه تحبوا دليل انا موجود السلام عليكم